نعم، التطورات الميدانية الأبرز هو حتى اللحظة الحديث عن الأوضاع الإنسانية في ماريبول، وهناك ما بين 160 إلى 170 ألف شخص محاصر يعيشون ظروف صعبة. دائما ما تشبه هذه المدينة بمدينة حلب السورية التي كانت تحت الحصار. الجميع الآن بات يتحدث عن الوضع في هذه المدينة، الوضع المأساوي والوضع الكارثي كما يقول هنا المسؤولون. الجميع دق ناقوس الخطر في رئيس مجلس المدينة، بلدية المدينة طبعا، وقال أن هؤلاء الأشخاص قد يموتون جوعا بسبب هذا الحصار. طبعا أيضا كان هناك تحذيرات اليوم من أن الممرات الإنسانية لن تعمل بسبب معلومات لدى الاستخبارات الأوكرانية بأن روسيا كانت تنوي استهداف هذه الممرات الإنسانية، لذلك تبقى هذه العائلات عالقة في هذه المناطق. على المستوى السياسي، والذي طبعا سيكون هناك مفاوضات في إسطنبول بين الجانب الأوكراني والروسي برعاية طبعا تركيا، يبدو أن هناك بعض الليونة كما يتحدث حتى الشارع هنا، الشارع الأوكراني في مدينة الفيف، على أن الليونة التي أبداها الرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال تصريحاته لوسائل إعلام روسية بحياد أوكرانيا، بأن هذا الأمر قد يتم دراسة هذا الموضوع في ذات الوقت، التشديد على المواقف في وحدة الأراضي الأوكرانية. ينظر البعض هنا في الشارع إلى هذه المفاوضات بعين التفاؤل، وإن كانت الواقعية بالنسبة لهم أنها مفاوضات صعبة وشاقة، وهذا بطبيعة الحال كما يقول المواطنون هنا، لأن كل طرف يتمسك بمواقفه سواء الجانب الروسي والجانب الأوكراني. ولكن يبدو أن هناك نوع من التفاؤل في المرونة التي أبداها الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وأنها ربما تكون فرصة لأيضا إيقاف الحرب أو كما يقولون المعارك والقصف، وهذا بطبيعة الحال قد يعطي فرصة قوية لآلاف العائلات العالقين في المناطق كخاركيف وماريبول ومدن طبعا شهدت دمار واسع. لذلك هذا ربما يعطي فرصة لهؤلاء للخروج والوصول إلى مناطق أكثر أمنا، وربما يكون انطلاقة لإنهاء هذا الصراع الذي يأمل الكثير من السكان أن يكون سريعا. ولكن بالنسبة للواقعية، وهم لا يخفون هذه الواقعية، هم نعم قلقون من أن هذه المفاوضات قد لا تسفر عن نتائج إيجابية. يعني في المقابل يمان، البيانات الصادرة من جيشي البلدين كل منهما يحاول أن يعني يثبت تفوقه في المعركة حتى الآن، ما حقيقة الأمر على أرض الواقع واستباقا بطبيعة الحال لهذه المفاوضات التي ستعقد غدا في إسطنبول بتركيا؟ نعم، الآن يعني أنا أتابع الآن خبر لأحد المسؤولين أيضا الأوكرانيين الذي يقول أن الجيش الأوكراني جاهز لحرب طويلة، بمعنى في ذات الوقت الذي يتحدث فيه زيلينسكي عن إمكانية دراسة حياد أوكرانيا، يكون هناك تصريحات أيضا على المستوى العسكري بأن الجيش الأوكراني، بمعنى أن هذه المفاوضات إن لم تنجح في حل هذه إيقاف هذه الحرب ووقف إطلاق النار الذي دائما ما يطالب به الجانب الأوكراني لانطلاق أي مفاوضات أو محادثات وبناء أي عملية سياسية، هو دائما التأكيد على وقف إطلاق النار، ويبدو أن هذا الأمر يعني غير مقبول أيضا من الجانب الروسي. لذلك أيضا يقول هذا المسؤول أن الجيش الأوكراني مستعد لحرب طويلة، ولكن هم بحاجة كما يقول إلى مقاتلات وأنظمة دفاع جوي وصاروخي. وهنا يبدو كما قال لي طبعا بعض الصحفيين الأوكرانيين بأن ربما الليونة التي أبداها أيضا الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأنه لا يريد أن تطول هذه الأزمة أو هذه المعارك، لأنها لا ترهق فقط الجانب الروسي بل أيضا الجانب الأوكراني، وحتى تستنزف يعني المدنيين. اليوم عندما نتحدث على ماريبول مثلا التي يوجد فيها ما بين 160 ألف إلى 170 ألف شخص عالق، هؤلاء مهددون بالموت جوعا. طبعا هذا الأمر يضغط أيضا على الحكومة. الحكومة في النهاية كما يتحدث هنا الكثير هي تحاول وتبذل الجهد لإما فتح الطريق لهذه المدينة لإخراجهم، أو إما عبر الممرات الإنسانية التي تبدو بالنسبة لبعض العائلات هي ممرات غير آمنة، لأنها تستهدف في بعض المواقف، ويتم اتهام الجيش الأوكراني بأنه من يستهدف هذه الممرات، والجيش الأوكراني بطبيعة الحال ينفي هذه التهم ويؤكد أن الجانب الروسي هو لا.
الذي يقوم بهذه الـ يعني بهذا الاستهداف للممرات الإنسانية.